السلام عليكم، انا دكتور احمد حبيبه، مدرس مساعد جراحه اوعيه دمويه جامعه بورسعيد. اتكلم النهارده عن الدوالي، دوالي الصاق. دي مشكله عامه كثيره بنلاقيها في الشباب الصغيرين، خاصه الناس اللي بيقفوا فترات طويله. اكتر اعراض بتتعرض ليها هي الوجع اللي بيكون لما يقف لفترات طويله، والورم اللي بيبقى موجود في القدم. الخطوه الاولانيه بعد الفحص السريري للمريض بنعمل اشعه دوبلر على الاورده، وهي بتدينا فكره عن وجود ارتجاع في الصمامات الرئيسيه او لا. على حسب الاشعه احنا بنعرض على المريض الخيارات للعلاج، العلاجات اللي هي موجوده، اللي هي بتبدا بالعلاج التحفظي بالشرابات الطبيه بانواعها. يتبع هذا عمليات الجراحيه وهي استئصال الوريد. النظر حل اخر من حلول الدوالي اللي هو الحقن الموضعي للدوالي. الحاجات الجديده بقى اللي موجوده لعلاجات الدوالي بتشمل الليزر والتردد الحراري. الحاجات دي كلها موجوده عندنا في مركز اسكندريه للاوعيه الدمويه، واحنا بنقوم بيها للمريض. المريض بيخش العمليات، بيخرج في نفس اليوم، ممكن يرجع شغله تاني يوم، ما عندناش اي مشاكل. هدفنا في الاي بي سي ان احنا نوصل للخطوط العالميه، او احنا نبقى ماشيين مع الجايد لاينز الموجوده في كل العالم للعلاجات الجديده في علاجات الدوالي. شكرا.